بالي نحن نستاذ وحنا فيه تي واضح. يلا يلا نورس كمل بينا. نكملوا في المجلس النواب. واحد من النواب كان هبط فيديو تحدث فيه عن البذخ باستهزاء بما انه كان يتعشى في كسكروت شاباتي ب 5000. هات نسمعوا. بنلاقي الناس كل اللي يحكيوا على النواب والبذخ وش صاير معناها وشنو الكروفيت والدنيا. اليوم تو قداش الوقت؟ تو 8:15 كي كل يوم معناها الميزانية نقعدوا الوقت هذا. ورينا اخويا البذخ شنو العشاء اليوم في المجلس؟ ساندويتش مايونيز. ساندويتش شنو فيه؟ مايونيز وسناتون شوية وأومليت. ترى بالكش فما تون من جهة أخرى ولا حاجة؟ إيه فما شيء. ورينا كيف كيف؟ بالله هذا يعطيه كادو من عند المجلس؟ قديش هذا؟ جرب بالله ذا ب 5000 بالله زيدون اكل ذا ب 5000 مثال شهر. شوفوا جونا بال فوالا معناتها رانا هنا ناكلوا في كسكروت شاباتي وكل واحد يعطيني رايه بسرعه. والله ليه والله شيء نطق من الجناب. مال اخويا اللي يخدم في المرمى ويتعشى في كسكروت هريسه مثلا، اللي يتعشى في صحن مقرونه كذابه مثلا، توا معناها هو عمل لي حكايه كبيره معناها ونحن ناكلوا في شوف رسمك البارتي الاخرى فيها شتن معناها عمل علي المزيه السيد معناها تو هذا كلام معناها عباره هو حاجه كبيره برشا معناتها كان كلا شاورما كان يخون كان كلا شاورما معناها روقه يزينا بلا احنا راهو شيء يوقف المخ ولا احنا صوفيان واعطيني رايك قلنا راهم لبس بهم خاطر يخلصوا مليح مش خاطر ياكلوا في الشاباتي ولا في الدجاج الروتي. وي صوفيان تعرف هو كان ينجم ينطلق من الساندويتش ب 5000 فيه طرف مايونيز وطرف هريسه ويخدم خدمته اللي هي جاء على خاطرها المجلس النواب يولي طن. لا لا يخدم خدمته انه يدافع على الوان موجود غادي هو ما بش يدافع على الطبقه على الشريحه الاجتماعيه. فانطلاقا من الكسكروت نتاع 5000 فيه طرف هريسه وطرف مايونيز كان ينجم يضرب على الطاوله ويقول راهو ياسر على المواطن انه ياخذ ساندويتش ب 5000 فرنك فيه طرف هريسه وطرف مايونيز ورانا ماشيين كذا كذا في ثنيه ما نعرفش شنو والغلاء وغير قادر. فانا كواحد من مجلس النواب ونخرج في شهريه كذا كذا يجيني غالي كسكروت هذا فما بالك في بالمواطن الموجود في البقعه الكذا الفلانيه وكذا ومن كيفاش باش ينجم يعيش. نورس اخي تو ما هوش عامل مزيه حاسسني جاي العرس معناها باش ياكل كسكسي ولا صدقني ولا كيفاش راهو يجي نقول لك راهو هو يخدم على روحه راهو الساندويتش فما اشكاليه ما فهمتوهاش راهو هذاك ساندويتش موجود هم يشريوه بالفلوس معناتها كان ينجم يجيبوا لهم شاورما يجيبوا لهم ليبانيز يجيبوا لهم شامي اي فوالا معناتها اليوم منيو اي اي معناتها فوالا معناتها حسوا هولا وكبر الحكايه اكثر من لازم ما يستحقش قلبه معبي على الاعلام مش حكي فيهم هيدي ان شاء الله يصور لنا عشاء مرضي انت صورت لنا الكسكرو تصور لنا الكروفيت كي تمشي تاكل الكروفيت سيد نيه ماذا بك تصور لنا زاد ما نعرفوا اللي في المجلس وكذا. انا مشكلتي حاجه برك حاجتين مش حاجه برك انا والله فما جريمه قاعده تصير في حق الشعب التونسي بديت من بعد الثوره ومستمره الى يومنا هذا جريمه وحتى كان ما يتحاسبوش عليها الناس اللي وصلونا لهنا قانونيا يتحاسبوا عليها عند ربي ان شاء الله اللي هو تخلي انسان ما عندوش باك ينجم يترشح المجلس نواب المجلس محلي هذه جريمة صحيح. جريمة في حق الشعب التونسي البلد اللي من الاستقلال بدأ يعلم في العبيد هذه جريمة في حق الشعب التونسي واللي حط القوانين هذه أجرى ما في حق الشعب التونسي. أنا ما نتخيلش روحي معناه هو كونكور ديوانة أي كونكور في تونس يفرض عليك الباك مينيموم تقريبا شي أنت في مجلس نواب ناس تشرع وناس تعمل ميزانية وناس تحدد لي في مصير صغاري وصغارك وصغار الناس تسمع فينا معناها ينجم أنا يجي واحد طبيب قاري باك بلوس دوز يحدد له مصيره مع كل احترامية للناس الكل ما يهمنيش واحد ما عندوش باك هذه فما عوج ما ينجمش واحد ما عندوش باك يحدد مصير واحد عنده باك بلوس كذا لصغاره نجمش انت ما عندكش النوفيام تحدد مصيره ولي توقع يقرا في الباك ديجا النيفو نتاعو خير منك وهذه جريمة في حق الشعب التونسي وستحاسبون عليها قانونيا ولا حتى عند ربي نهار اخر اللي حطوا القوانين ذوما وخلوا الناس راني راو فضيحه لا تقول لي ناس نواب ويمثل لا ما يمثلش يا دي ما فماش تسامح يا دي ما فماش هذوما ناس نخبه
هذه ناس نخبة نخبة قاعدة تعمل في القوانين. تعرف شنو تعمل في القوانين؟ معناه لازم يفهم في الاقتصاد أكثر من أي واحد آخر، لازم يفهم في الصحة أكثر من الناس، لو يزم يفهم في ما يهمنيش فيه خبراء ماري ما تجي هكاك أبوه على أخوه ساعة وتشوف. وشفنا مشاهد مضحكة في وجاي الانتخابات هذه نتاع المجالس المحلية، فما ناس مترشحة ثانية ابتدائي ما تقوليش ما هو إلا تونسي كل تونس. أما صديقي ما عندكش الباك على الأقل ما تترشحش، ارتاح شد دويرتك تو تجي الناس اللي قارية مخاخة محلول أكثر منك تو إن شاء الله تنور لك طريقك فهمني. أما هكا رانا ما نقطة ثانية بسرعة. نقطة ثانية النواب متاعنا تو ما هم النواب 2019 وهم النواب 2014 هم بيدهم ما فهم حتى فرق. تو مرة أنت مشكلته هو أصلا إنسان نايب بدهم وصل به الشيء، يعني وصل مخه تخمامه انه يحب يصورنا نحن كسكروت صحه. انت تخيل روح مثلا انا واحد من الناس كيريتها مثلا جدت عليا شو معناتها وجدت عليا انا تو علي اللي انت تو تكفي المايونيز وقلبك علينا ولا بتكفي الهريسه دي تميزي مش شعبوية تيزي مش شعبوية. واضح واضح ما اختارنا من هالحكايات يا ودي يا خاطر يا ودي نحي منطق الغريمه تزكيات 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 مال شنو خزلي خزلي انا نعرف ني بهي انا نعرف ني قسما بالله قسما بالله جمله نجم ركب كي بالطبيعه اخزل جاي الواحد عنده كره تفهم فيا ولا قالوا خذ كونجي جمعه قالوا الله يبارك خذ كونجي جمعه ودور بيه تزكيات 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 مسين السيد هذا عنده شله معينه يقعد معاه تفهم فيا من وقت بعد ما كمل تزكيات وكل شيء في لمين واللي وقلت له من جمعنا قلت قلت ريتوا اللي زكيتوه انتوما على المنطقه هذه كان جاي نهار حكي على ربع المنطقه اجيو حاسبوني اجيو حاسبوني اجيو سبوني ما قلتوش حاسبوني اجيو لا فلان وكذا اجيو سبوني وايفكتيف ما يحكيو ما هو شي حاجه ما خاطر وصل يا ودي راو انت وصلنا في تونس راو كناطري كناطري يوسم يوسم في الديوانيه فاش نو فاهم المصيبه كناطري يوسم في الديوانيه شفناها يعني عباره بابلو اسكوباري بالحق برشا والله من مصايبنا هو مجلس النواب واضح واضح نمشي